وخلال اتصال هاتفي في نشرة إخبارية سابقة، أكد الكاتب والباحث السياسي مبارك آل عاتي أن مجلس التعاون يسعى لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي مستفيدا من ثقله السياسي والاقتصادي واجتماعي. كلمته: هناك عدد من الأهداف والدوافع والرؤى والعوامل المشتركة التي دعت حقيقة لأن تكون هذه المنظومة منظومة مؤثرة، ليس في الأمن الإقليمي فقط بل في الأمن الدولي، من خلال حقيقة الموقع الجغرافي، الموقع السياسي، الموقع الديني، الممرات المائية، الموقع الاقتصادي، كل ما تتمتع به هذه المنظومة من مميزات المواقع والتكامل البشري والتكامل السياسي والاقتصادي جعل حقيقة تطمح لتطوير هذا الدور. بكل تأكيد أن المصير المشترك لأمن هذه الدول والمخاطر والتحديات الأمنية التي تواجهها هذه الدول جعلها جزءا لا يتجزأ من جهود المجتمع الدولي للتصدي للأمن والسلم الدوليين. يضاف إلى ذلك أيضا أن لدى أصحاب جلالة والسمو رؤية حقيقية لمعالجة القضايا العربية ولمعالجة القضايا الإسلامية ولمعالجة القضايا الأمن والسلم الدوليين.